السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم وقناة يومية سمية في إيطاليا. اليوم غادي نحضروا الصلصة ديال البيتزا أو صلصة ديال المكرونية، وكترافقيها بصراحة كديرها في أي طبق اللي بغيتي كديرها فيه، كتجي رائعة. صلصة إيطالية كتجي، يا سلام ما نقولش لكم. بصراحة كنديرها في بيتزا، كنديرها في مكرونية، كنديرها في أي حشوة كنبغيها، كنرمي فيها شوية ديال المطيشة، كندير فيها حتى هذه. المهم قلت اليوم غادي نشاركها معكم، ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي واحد كيلو ديال المطيشه، انا غسلتها ودرتها ومسحتها كيلو. هنايا عندي 5 المعالق ديال المطيشه المركز، وهنايا عندي واحد البصله مشلضه اللي كتكون هكا مشلضه صغيره، وعندي واحد جوج فصوص ديال الثوم كبار، وهنايا عندي الريحان او بازيليكو. انا هنايا درت واحد شويه هكا، قربت غير واحد شويه وخليت هادو، غادي نديرهم في الصلصه، كيعطي واحد الرائحه زوينه بزاف. هنايا عندي معلقه ديال الزبده، هنايا عندي التوابل، عندي شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره وشويه ديال الزعتر، وهنايا عندي الزيت. المهم على بركه الله للطريقه، وصافي. هنايا غادي نجيب موس، وغادي ندير هنايا واحد الزائد بحال هكا، يعني طريقه راه سهله. المهم بحال هكا صافي، ونحطها وغادي ندوز، غادي نديرهم يعني في المطيشات كاع اللي عندي كاملين، ندير لهم هاد السائد هكا غير من الفوق، باش كتجينا سهله هكا ملي كطيب، يعني كنحيدو الجلده بواحد السهوله. المهم انتوما انا غادي نبقى هكا غادي مستمره حتى غادي نساليهم. وهنايا انا راني وضعت الماء في كسرونه او كوكوط او اي حاجه اللي عندكم هكا كتغلى، خليت الماء كيغلي. المهم هانتوما هالماء خليته حتى اغلى، وغادي ندير فيه المطيشات، وغادي نخليهم تقريبا واحد 5 دقائق ونحيدهم. المهم هانتوما يعني ضروري ما يكون الماء مغلي، يكون سخون. وصافي هنايا بعد ما دازت 5 دقائق غادي نحيدهم هكا من الماء ونحطهم هنا. وصافي هنايا غادي نخليهم يبردوا واحد 5 دقائق ونتلاقاو. وصافي هنايا بعد ما خليتها حتى بردات 5 دقائق، صافي كندوز هنايا كنحيد ليها هاد الجلود هادو الفوقانيين كيف ما شفتوا، الطريقه راه سهله ودغيا كتحيد لكم. ما انتوما انا غادي نبقى غاده مستمره بحال هكا حتى نسالي. ما انتوما راه كتحيدوا لي حتى هاد القلب هذا، ها هو فين هو، كتحيدوه ليا. وصافي هنايا جبت كامله اللي غادي ندير فيها. هنايا درت واحد شويه ديال الزيت البلدي، درت غير شي شويه ونص غادي نخليه من بعد. صافي هنايا غادي ندير البصله، وغادي ندير الثومه اللي عندي، وهنايا تكون على عافيه مهيله هاد المطيشه هادي باش طيب يعني على خاطرها وتجي زوينه. صافي هنايا غادي نوضع المطيشات اللي عندي، وغادي نهرسهم بحال هكا بهاد العود هذا وبهاد المعلق هذا بحال هكا كيف ما كتشوفوا، يعني غير كندقدقها بحال هكا صافي وكنخليها. ميما نتوما الفيديو راه واضح، وكيف ما قلت لكم هاد الصلصه هذه يعني راها رائعه. صافي هنايا غادي نسد عليها واحد 20 دقيقه ونتلاقاو. هو صافي هنايا بعد ما دازت 20 دقيقه كنسد عليها. هنايا راني ما كنزيد فيها لا ما لا والو، مني كندير البصله، مني كندير عفوا المطيشه، صافي كنسد عليها ونخليها تدوز 20 دقيقه حتى كطيب ليا. صافي هنايا غادي ندوز، غادي ندير مطيشه المركزه، وغادي ندير هنايا الريحان، وغادي ندير العطريه، وغادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير معلقه ديال الزبده. ضروري هكا ما ديروا الزيت البلديه حيت كتعطي واحد البنه زوينه، وحتى الزبده. صافي هنايا غادي نحرك مزيان 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 هادشي، يعني حتى كتنسى المكونات.
حتى كيتخلطوا مزيان مزيان. وكيف ما قلت لكم هاد الصلصه هذه بصراحه كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. انا كنحضر بها البيتزا، كنحضر بها كمكرونيه، الباسا، سباغيتي، كنحضر بها اي حاجه ولا شي حشوه هكا، كنعمر بها الخبيزات ولا شي حاجه ضروري كندير منها هكا واحد شويه، يعني كتجي هكا في اي حاجه. صافي هنايا ممكن ديروها بخلاط كهربائي، ممكن ديروها هكا تبقاو غير تضربوا هكا صافي حتى كدوب لكم داك المطيشه. انا غادي ندير الخلاط الكهربائي هكا باش تحل ليا مزيان ونحصل على واحد الصلصه اللي كتكون هكا زوينه. وانا اصلا كندير هكا في بيتزا من الفوق، ما كنبغيش هكا تكون فيها داك المطيشه بزاف او المطيشه تكون باينه، انا كنطحنها. وهنا كيبقى لكم الاختيار ميما نتوما. صافي هنايا بعد ما غادي نطحنها غادي نخليها واحد الخمسة دقائق واحده اخرى تغلي صافي ونحيدها ميما نتوما. نتمنى يكون الفيديو واضح. وهاد الصلصه هذه تجربوها واكيد غادي تشكرون عليها، كتجي بنينه وكتجي رائعه. المهم صافي هي بعد ما ساليت وصافي بعد ما ساليت طحنتها درتها خمسة دقائق اخرى كتغلي حتى كتغلي مزيان وكنحيدها وكنقدمها هكا بالصحه والراحه. هنايا غادي نخويها في هالطويسه هذه نخليها حتى كتبرد، عاد من بعد كنديرها هكا في واحد العلب صغار كنديرهم فيهم وكنديرهم في المجمد، والوقت اللي كنبغي هكا كنجبد كندير منهم. هنايا بصراحه غير جربوها اكيد غادي تعجبكم، غادي يجيكم زوينه بزاف ولذيذه. هنايا كنقول لكم باي باي عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع العائله مع الحباب هكا باش تكبر القناه وتزيد الخدام. وانا غادي نقول لكم باي باي عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.